كما كنت قلت من الأول، كنت وفرت عليا السلامات والطيبات والمقدمة الطويلة دي. تعبتيني يا ابن الكش. اوعي تتجنني، اقسم بالله هتفل لك امك وعيالك مطرح سلام هناك، هم يونسوك. انت بتعمل كده ليه؟ بعمل كده ليه؟ ده قصه طويله وقديمه بحكيها لك بعدين. خلينا في الامن، خلينا في الجديد. امك هجيبها لك كمان يومين زياره، هتقنعيها انها تكتب لي كل حاجه لجوزك حبيبك، وعشان انت حبيبتي انا هسيب لكم الشقه اللي انتوا عايشين فيها اللي لقوا فيها التمثال. انا هقول بدل ما تحفظوا على الفلوس وتروحوا في الرجلين. بتعمل كل ده عشان كده؟ انت غلبانه يا سلطانه، مش كل حاجه تشوفيها تصدقيها، ومش كل حاجه بتحصل لازم يبقى ليها تفسير. ما تريقيش نفسك انت، انا عايزك تفكري في حاجه واحده بس طول الوقت، امك وضي وجابر. هقولهم لك تاني، امك وضي وجابر. مالكش دعوة بيهم، ما عملكش حاجة، مالهمش ذنب، ما حدش فينا عمل لك حاجة. مين قالك إن أنا أعمل لهم حاجة؟ إلا إذا أنت خليتيني أعمل لهم. ده إحنا نجينا أخوك من النار، تقوم تحرق قلبي على أخويا؟ وبعد ما نجيته عملتوا إيه؟ قعدتوا تدوروا وراه أنت وأخوك سلام، كنت عايز أنا أسكت. طب بالله عليك يا شيخة، لو أنت بره السجن دلوقتي وفي حد بيحوم حوالين أخوك وعايز يأذيه، هتسكتي؟ لو كان بريء ما كنتش هأذيه. طب اسمعي المفاجأة دي، شمس بريء ما عملش أي حاجة، مين بقى اللي عمل الخطة دي؟ بعدين أقول لك، مش دلوقتي. مش عايزة أعرف حاجة، مش عايزة منك حاجة. مالكش دعوة ولا بأمي ولا بعيالي. أبوس إيدك. يبقى تسمعي اللي أنا بقول لك عليه. لحد ما هتخرجوا من السجن بعد عمر طويل هتلاقيهم عايشين في احسن الاماكن. بس اوعي تفكري انك تبلغيهم عشان مش هيصدقوكي، ولو صدقوكي انت اللي هتزعلي، هتزعلي قوي. وانا اضمن منين؟ مفيش ضمانات، بس لازم تجربي. الزياره انتهت. على فكره ضي ما بتنامش غير لما انا بغطيها، وامك انا اللي بديها الدواء كل يوم بايدي. بمناسبه الدواء اللي جابه لك صفاء ده مغشوش ومنتهى الصلاحيه. انا سايب لك في الامانه الدواء مظبوط وشويه بطاطين كده عشان يدفوكي، عشان شغل الشحات. يلا. عايزك تفكري في حاجة واحدة بس طول الوقت.